سئلت طفلة مصابة بالسرطان: ما هي أمنيتك في الحياة؟ فقالت: أن يصاب السرطان بالسرطان فيهلكه ويميته. هذا المرض الخبيث الذي يطرق أبواب المرضى دون استئذان وبلا رحمة يحتاج أصحابه بلا شك للرعاية والاهتمام والدعم والمساندة، كما يحتاج المجتمع للتوعية لمثل هذه الأمراض القاتلة أحياناً، ودعوة المواطنين للمتابعة وإجراء الفحوص للكشف المبكر. من هنا بدأت جمعيات رعاية مرضى السرطان بدورها للمساعدة في تقديم لمسة الشفاء للمرضى من خلال دورها الطبي والاجتماعي والإنساني، ويأتي دورها كتجسيد للحراك الأهلي للقيام مع الجهات الرسمية يدا بيد للتخفيف عن المرضى وذويهم، حيث استطاعت جمعية أصدقاء مرضى السرطان شفا في محافظة السويداء ومنذ تأسيسها في تحقيق بصمة واضحة لدى المرضى والمساهمة برفع الوعي لدى الأهل والمرضى، والتأكيد أنه بتضافر جهود الجميع والوعي وتوفر العلاج يمكن قهر هذا المرض الخبيث والتغلب عليه. مشاهدينا، للوقوف على واقع جمعية أصدقاء مرضى السرطان شفا يسعدنا في حلقة اليوم من برنامج صوت وصدى أن نستضيف الدكتور عدنان مقلد أمين سر الجمعية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بك دكتور. أيضا اسمح لي أن أرحب بالسادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من صوت وصدى. دكتور، في البداية يعني أكيد الله يعطيكم العافية على الجهود، لأنه دائما الجمعيات الخيرية ببلدنا لولا وجودها لكان هناك معاناة أكبر لدى المواطنين، سواء في من ناحية المرض أو حتى من النواحي الاجتماعية الأخرى. وبكل تأكيد شفا كغيرها من الجمعيات مشكورة على الجهود الحثيثة التي تقوم بها. دعنا في البداية يعني نعطي لمحة عن تاريخ هذه الجمعية، جمعية شفا، وأسباب إنشائها وأهداف أيضا هذه الجمعية. أول شيء شكرا لاستضافتنا لهذا الموضوع، وشكرا لجهودكم اللي عم تلقوا الضوء على هذه الجمعيات اللي عم تحاول تقدم خدمات لمواطننا. جمعية أصدقاء مرضى السرطان في بداية العام 2007 مجموعة من الأطباء لقت أنه في عندنا حالة معينة صارت تظهر بشكل واسع على أرض المحافظة، هو مرض السرطان. طبعا نحن من خلال متابعتنا لإحصائيات وزارة الصحة اتضح أنه محافظة السويداء لها يعني عدد المرضى فيها مرتفع بالنسبة لعدد المرضى في باقي المحافظات، لذلك كانت محافظة السويداء ومحافظة طرطوس السباقات بموضوع عدد المرضى. يعني احنا حاليا من خلال الإحصائيات الأولية نحن في عنا سنويا بين ال 450 وال 500 مريض جديد، لذلك الأطباء لقوا أنه لابد من أنه نقوم بعمل معين لأن هذا بيخص الأطباء. فاجتمع ما يقارب 20 طبيب على مستوى المحافظة وحطوا النقاط الأولية أو الأهداف الأساسية لعمل هذه الجمعية. فانطلقنا في بداية العام 2008 حطينا أمامنا أربع أهداف. طبعا احنا مثل ما تفضلتي انه الجمعيات الخيريه هي عامل رديف مع الدوله، ما فينا احنا ناخذ دور الدوله بهذا الموضوع لانه مريض السرطان مكلف، والدوله اخذت على عاتقها علاج المريض ومتابعه المريض. مريض السرطان اذا تكلمنا عن التكاليف لدى الدوله يكلف من بين 500 ألف ل 3 مليون ليره سوري. هذه الجمعيات في العام يعني بعلاجه يعني هذا الانسان اذا اصيب تتراوح نسب او المقادير الماليه للمعالجه بين النصف مليون حسب نوع السرطان، بين النصف مليون و3 مليون. فهذلك صعب على الجمعيات طبعاً الخيريه انه تشتغل كبير. فلقينا احنا لابد انه نكون احنا عامل رديف مع الدوله، شفنا شو اللي ممكن احنا نقوم فيه. مثلا لقينا انه اهم شغله هي موضوع التوعيه والمحاضرات والندوات للتعريف بالسرطان، للوقاية من السرطان، لتوصيل ما هو السرطان، وللكشف المبكر ربما عن طبعا السرطان. نحن هذا الهدف، نحن الكشف المبكر عنا هو الهدف الثاني في الجمعية، لأنه هو يعتبر من الأمور المهمة. نحن إذا قمنا باكتشاف المرض في البداية سهل علينا، أول شيء هذا المريض
انتهى من العامل النفسي والعامل المرضي والعامل المادي، لأنه مكلف وفي أثقال كثير تحمل على هذا المريض، مش بس الحامل يكفي العامل النفسي. لذلك نحن سعينا، الهدف الأول هو التوعية، الهدف الثاني هو الكشف المبكر عن السرطان، الهدف الثالث هو عملية إحصاء مرضى السرطان والوصول إلى نتائج أسباب السرطان. فنحن أخذنا الثلاث أهداف هذول أساسيات كعامل رديف، نحن نقدر نقدم مع الدولة الأمور هذه ونقدمها لنشوف لنصل لنتائج. لذلك حاليا نحن بالجمعية خلال الخمس سنوات المضت كان في عنا نحن عدة لجان تشكلت، وكل لجنة أخذت على عاتقها عملها بشكل منتظم. لذلك نحن تشكل عنا اللجنة الاجتماعية اللي هي تتواصل مع المجتمع وتفهيم المجتمع والصلات مع المجتمع. اجتنا عنا اللجنة الثانية هي اللجنة الإعلامية اللي هي تقوم بعمل التواصل مع الجهات المعنية، مع التلفزيون، مع الإذاعة. كان في عنا بالفترة الماضية تواصل دائم مع كانوا مثلا على مستوى السويدة كصوت الشعب، كإذاعة، كتلفزيون على الإخبارية أو على الأرضية السورية، كان في دائما في تواصل. في عنا نحن اللجنة الثالثة اللي هي العلمية اللي تضم عدد كبير من الأطباء. نحن بالجمعية حاليا في عنا ما يقارب 700 عضو هيئة عامة من جميع الشرائح. صحيح نحن في البداية بلشنا ب20 طبيب لأنه أخذوا على عاتقهم هذا الموضوع، لكن بعدها توسعنا صار في عنا 700 عضو هيئة عامة من جميع الشرائح، وكل إنسان منهم انتسب إلى أحد هذه اللجان. اللجنة العلمية نحن في عنا حاليا ما يقارب 50 طبيب منتسبين للجمعية بيقدموا العلاج والعمليات والأمور هاي بشكل مجاني للمرضى ومتابعة هذا المريض، بالإضافة لموضوع مشفى الشهيد زيد الشريطي اللي هو المشفى الوطني مع مديرية صحة السويداء مع نقابة أطباء السويداء. ألا يوجد في السويداء مشفى خاص للسرطان لمرضى السرطان؟ لا يوجد. نحن لا حاليا بالسويداء معنا، نحن حتى بسوريا يعني إذا بدنا ننظر انه والله في عندنا مشافي خاصه لمرضى السرطان ما عندنا على ذاك المستوى العالي. نحن في عندنا مستشفى البيروني يعتبر هو النواه الاساسيه كدوله. احنا قلنا مرضى السرطان مكلف ولا يستطيع اي انسان ان يعالج نفسه يعني، ولكن على اعتبار انه حضرتك قلت انه محافظه السويداء اعلى نسبه لمرضى السرطان بالاضافه الى محافظه طرطوس، يعني فكان الجدير اكثر انه يتواجد بالمحافظه ولو نواة لمشفى يعني. هلا نحن هون قلت لك نحن اخذنا على عاتقنا هذه الامور، المشفى بعدنا في البدايه، هاي من الخطط تطالبون يعني بهذا طبعا الموضوع. هلا نحن سعينا في فتره من الفترات كجمعيه انه نتواصل نحن مع وزاره الصحه. نحن في عندنا مستشفى اسمه مستشفى سالي في منطقه تبعد عن السويداء ما يقارب 20 كيلومتر، منطقه جبليه هواها نقي. هذا المستشفى في 60 سرير، فنحن طلبنا من الجهات المعنية من وزارة الصحة أن يكون هذا المستشفى مخصص لمرضى السرطان للمنطقة الجنوبية لقنيطرة ودرعا والسويدة. لكن ما بعرف الأسباب الأساسية. نحن كان لما كان وزير الصحة الدكتور رضا سعيد كان في تواصل، صار في تواصل بيننا وبينه، حاول الدكتور رضا سعيد يعمل دمج ما بين الجمعيات الأهلية ووزارة الصحة، وعلى أثرها قامت مديرية مكافحة مرض السرطان. وكان أحد الأمور اللي عطت ثمارها التواصل، وكان في قناعة معي أنه ممكن إحنا هذا المستشفى نسوي لمرض السرطان. رجع الدكتور رضا سعيد قال خلينا نشتغل على شيء مصغر، من المصغر منشوف النتائج ومننطلق للكبير. فكان في أحد ثمار هذا الموضوع وخاصة من باقي الجمعيات، نحن اجتنا في كمان انا من شان ما اهضم حق باقي الجمعيات اللي عم تشتغل بهذا النمط هي جمعية لمسة حنان. نحن عندنا جمعية لمسة حنان مقرها الاساسي مدينة جرمانة، في عندنا نحن اخوات لنا بالسويداء اخذوا على عاتقهم تقديم المساعدات. فانا لما كنت مدير مشفى بهذاك الوقت ساعدتهم حتى انه يعملوا شعبة، لانه الدكتور رضا سعيد حاول انه من خلال الجمعيات الاهليه ندخل على نطاق الدوله لمساعده الدوله بهذا الموضوع. فكانت نحن الثمار خلق شعبه او وحده لمعالجه مرضى السرطان في المشفى الوطني. فقاموا هذول الصبايا على انشاء 7 اسره
بالاضافه اللي احنا عندنا في عندنا شعبه امراض دم واورام تم انشائها في السويداء من بسنه 2009. نحن بهذا الوقت كمان اذا بتسمحوا لي اني حي الدكتور مؤنس ابو منصور رئيس الشعبه لهذا الانسان اللي قمنا بس خطبناه كان بالسعوديه، فطلبنا منه انه يجي على سوريا او يجي على السويداء لانه نحن بحاجته معنا. طيب زلم مباشره لبى الطلب وحضر وانشانا نحن وياه هذه الشعبه. طبعا هذا الشيء كان في اجماع من مديريه الصحه، من المحافظه، من المستشفى، من الخيرين، لانه هذا هي الشعبه او هذه الوحده قامت بالتبرعات. نعم. اذا لمستم تشجيع بشكل عام طبعاً. من الاطباء، من يعني الكوادر الصحيه والطبيه، كونه هذا عمل تطوعي بالنتيجه. نعم. وبدون مقابل. اذا هذا امر يعني في الحقيقة سوريا من البلدان القليلة التي تشهد العربية أو من دول العالم الثالث. نعم. كما يقولون، التي يعني تشهد نمو حقيقي في هذا الإطار والعمل التطوعي والتبرعي. أختي الكريمة، من أحد الأمور اللي موضوع التطوع اللي عم نحكي فيه، مثلا أحد الإخوة احنا طلبنا من قبل الجهات المعنية بالسويداء أنهم يعطونا قطعة أرض مشان نوفر على حالنا شوي، لانه في املاك دوله معينه. فضلينا 3-4 سنوات نركض حول هذا الموضوع، ما بدي ادخل بحيثياته. نعم. للاسف ما قدرنا ناخذ هذه الارض، او اخذنا هذه الارض وطلعت الارض مملوكه لجماعه معينين. بس بدي اجي هون لموضوع تطوع. فاحد الاشخاص في المدينه لما سمع بهذا الموضوع اجى لحاله قدم مسطح 400 متر قبو بنص المدينه انه انا جاهز قدم لكم اياه بشكل مجاني. يعني هذا الحكي من سنه. لما نحن جينا سالنا عن هذا المبلغ شو بيكلف، هذا الموقع بيكلف ما يقارب 60 مليون. زلم اجى تبرع فيه انه انا جاهز، تفضلوا هذا الموقع بنص المدينه جهزوه مثل ما بدكم. فعلى تصديقا لقولك انه موضوع التطوعي، نحن مجتمعنا كثير يعني الثقافه التطوعيه موجوده، النخوه، الإقدام. صح. الأمور. صح. هاي موجودة في دمنا، ويتميز المواطن السوري بهذا الموضوع. كذلك نحن عندنا المغتربين، كثير من المغتربين. طب كيف هي الآلية المتبعة للعمل التطوعي للتبرعات التي تقدم للجمعية؟ ما هي الآلية التي تتبعونها في نحن حاليا الآلية؟ نحن في عندنا أكبر عامل مساعد هو اشتراكات الهيئة العامة. بيجينا عندنا احنا شيء اسمه عندنا في المحافظة هي حسنات الموتى. نعم. دائما في حسنات الموتى الجمعية في أغلب تذكر، لذلك نحن في عندنا ريع من هذا الموضوع. نعم. بالإضافة إلى تبرعات أهل الخير عندنا في المحافظة، وعندنا نحن شباب المغترب. يعني خلينا نأخذ مثال حاليا. نعم. لما وقعت الجمعية بأزمة أو مريضنا وقع بأزمة وعدم مقدرته الوصول إلى مستشفى البيروني، نحن في عندنا باص بالجمعية يقدم الخدمة كان بشكل مجاني. يعني أحد الأخوة المغتربين قدمنا الباص كهدية. لأنه نحن فاشترى باص جديد ميتسوبيشي كان يوصل المرضى، يطلع من 3-4 مدن من السويداء يأخذ المرضى يوميا بشكل مجاني على مستشفى البيروني، يأخذوا علاجهم ويرجعوا. هذا من أحد الأمور التطوعية واللي قدم هذا الباص أحد الأخوة المسافرين بنيجيريا مثلا. الأخ ثاني حاليا نحن لما وقعنا بأزمة عدم إمكانية وجود أو شراء هذه الجرعات، كمان في عندي ناس هلق على الإنترنت حل كثير من المشاكل والتواصل الاجتماعي. صح. مع المغتربين. أنا يوميا على موقعي في عندي تواصل مع فنزويلا، مع نيجيريا، مع السعودية، مع الكويت، مع في كثير من الناس. خاصة في هذه الأزمة نحن طرحنا موضوع تبرع بشكل واسع لشراء فحاليا أنا يوميا في تواصل عنده، وفي عندي ناس بتبعث من خلال الشركات. نحن للأسف الفترة هاي عدم مقدرة التحويلات الخارجية. نعم. كمان وقعنا بأزمة، فكثير من الناس تبعث لأهليهم من الخارج. أنا مثلا من كم يوم جاء لعندي واحد دق علي الباب قال حضرتك الدكتور عدنان؟ ما قلت له نعم. قال هاي 100,000 ليرة مبعوثة من الكويت. مين بعثها؟ قال لي ما بعرف مين، بس هذا الإنسان بعث لك إياها من شان شراء. فثاني يوم على الفيسبوك عم بتطلع على الفيسبوك لقيت بعث لي هذا الإنسان رسالة إنه هل وصلك 100,000 ليرة؟ طب أنت مين؟ قال هذا أنا فاعل خير، ما في داعي تعرف أنا مين.
وغيره وغيراته نفس الشيء، من الامارات نفس الشيء اجاني، من الفنزويلا نفس الشيء. يعني موضوع التبرعات الحمد لله اهلنا غيورين وبهذا الموضوع. يعني اسمح لي في هذا الاطار انه نشكر ابناء الجاليه السوريه في المغترب اينما كانوا، لانه مشهود لهم دائما بانه عينهم على بلدهم بكل يعني بكل المصائب التي تصيب وطننا، فمشكورين من القلب لكل ابناء الجاليه السوريه في كل الدول التي ذكرتها حضرتك والتي ربما لم تذكرها. طبعا اغلب الوقت. اغلب اغلب يعني قلت لك شو اسمه، وشكرا لك لهذه اللفته، الشكر اللي فاتتني لازم انا اشكرهم لهذه الشريحه من الناس. قلت لك نحن كنا وقعين بازمه، ولكن حاليا حسينا باريحيه انه هذه الناس بدات تتواصل معنا، ومثل ما تفضلنا او تفضلت حضرتك من الاول، نحن شعب معطاء، شعب غيور على مصلحه البلد، على اهل، على اهله، على ناسه. حتى لو كان بعيد هذا الانسان بظل بعده مرتبط بالارض. صحيح. وعنده جذور بهذه الارض، وما حدا راح ينسى وصوله. بالعكس ان متمنيين اي ساعه يجوا على سوريا ويقدموا بهذا الموضوع ان شاء الله. ايضا دكتور عدنان، يعني ماذا قدمتم من خدمات مساعدات لمرضى السرطان؟ وبتعرف انه هو مرض عضال، يعتبر من الامراض كما ذكرت حضرتك مكلفه علاجيا. هناك بعض الجرعات الدوائيه يصل سعر هذه الجرعات الى 500 الف ليره وأكثر. يعني كيف تستطيعون تدبر هذه الشؤون ومن مبالغ ماليه ايضا كبيره؟ كيف يتم التعاون بينكم وبين مشفى البيروني فيما يتعلق بهذه الجرعات العاليه الثمن؟ يعني نحن كما حكيت انه نحن في عندنا باص كان يقوم بهذه المهمه لتخفيف الالام على، بس حاليا قلت لك الوضع الامني للاسف صار في عندنا، فوقع العاتق على الجمعيه بتامين. نحن حاليا عم نحاول 65% حسب احصائياتنا، 65% من مرضانا عم نحاول نامن لهم الجرعات من خلال كمان. للاسف هون كما حكينا من شوي انه في عندي ناس غيوره على الناس، وفي عندي من للاسف بنفس الوقت ناس عم تستغل موضوع المرض والتجارة والإتجار بأرواح الناس. لذلك نحن بالفترة الأخيرة هاي وقعنا بأزمة شراء هذه الجرعات، متاجرة بالدواء. نعم للأسف حتى نحن كان في عنا بعض الأدوية ارتفعت أسعارها، يعني بعض الأدوية اللي كان ثمنها نحن نجيبها لو قلنا بعشر تلاف حاليا صار ثمنها 30 ألف. نعم. تضاعفت أسعارها لأنه كل شيء صار يسعر بالعملة الصعبة للأسف. نعم. وفي ناس صارت تستغل هذه، الناس صارت تجيب، بس نحن كجمعيات ما فينا نشتري من اي مكان. نحن اذا ما كان هذا الشيء موثق ومرخص. نعم. هذه الجسم نحن اول شيء بنحرص على مريضنا. نحن ليس يعني مش الموضوع انه والله اشترينا له جرعه، انا كمان بهمني هل هذا الدواء نوعيه الدواء وحفظ الدواء واسلوب نقل الدواء. نعم. هذا اهم. انا شو استفدت اذا دفعت له 50 ألف او 100 ألف ثمن الجرعه ووصلتني هذه الجرعه باسلوب فاسدة. الله بيعلم كيف. نعم. شلون وصلت. لا نحن كمان عم نحرص من خلال بعض المستودعات عندنا في محافظه السويداء عم يتواصلوا بشكل نظامي. نحن طبعا كان في عندنا شركه الفارمكس السوريه او التجاره الخارجيه اللي كانت من خلال نحن نسعى للتحصيل، ولكن حاليا عدم الحظر على الاستيراد بهذا الموضوع خلق لنا كثير من المتاعب والمشاكل. فحاليا عم نحاول من خلال مستودعات معينه نامن هذه الجرعات واخذ هذه الجرعات من خلال شعبه امراض الدم في مشفى الوطني في السويداء، بالإضافة لوحدة لمسة حنان. فالحمد لله يعني احنا في عنا ما يقارب 720 مريض حاليا الفترة الأخيرة قدمنا لهم المساعدات. نعم. بالإضافة لمسة حنان قدمت لعدد مماثل، يعني احنا بين إيدينا ما يقارب شيء 2600 مريض على أرض. نعم. المحافظة اللي عم نسعى لتأمينهم. بالإضافة نحن كمان منشان ما نأخذ دور غيرنا، نحن مديرية صحة السويداء مشكورة ممثلة بمدير صحة السويداء الدكتور حسان عمر، قدموا من مالية الصحة. نعم. يعني الشيء المخصص للأدوية شالوا ما يقارب 8 مليون ليرة وتم شراء هذه الأدوية جرعات. نعم. جرعات وتقديمها بالإضافة إلى الجمعيات، جمعيتنا وجمعية لمسة حنان، فتقريبا قادرين لحد 65%
انه نأمن ادويه لهذه المرضى. الجرعات الباهظه طب وال45 ال35 35 هذوك ال35 صايرين اسعار باهظه، كنا معتمدين على مستشفى البيروني، حاليا مستشفى البيروني حسب علمي بالفتره الاخيره هاي تم تسكيره، وحسب ما سمعت ما في انا اعطي جزء انه بده يتم نقله يمكن لمستشفى المواساة، انه باعتبار كان بالاساس هو مستشفى المواساة للظروف الحاليه اساس انه ينتقل لهنيك. ما في احكي شيء لانه للاسف ما قادرين، يعني مكلف المريض، يعني احنا كل السنه اذا بنجمع مصاري ما بنجمع فوق الخمس ملايين ست ملايين. نعم. يعني هذا موضوع الماده، فلذلك انا بستغل يعني الاذاعه او التلفزيون او القناه انه نحن نناشد اخواننا بالاقتراب، الله يعطيهم العافيه ما عم بيقصروا، بس كمان من شان يزيدونا من الامكانيات الممكن، او نلاقي قنوات معينه، بس طبعا قنوات رسميه نظاميه، اذا قدرنا نفتح قنوات مشاركه مع تامين هذه الجرعات، على امل ان شاء الله انه يهدى البال وتستقر بلادنا ويرجع الامن والامان. طب من وين عم تقدروا تامنوا هاي الجرعات؟ من اي دول عم تقدروا؟ لا حاليا من هون من سوريا نحن. بس طبعا في عندنا مستودعات، في عندنا مستودعات باساليبهم الخاصه التجاريه، في تواصل معين هن، احنا ما دخلنا على هذا الخط، ولكن نحن شركات ادويه خاصه يعني إيه طبعا طبعا، بس نحن ضمنانين انه هذه الشركات ما عندها تلاعب بموضوع الاستيراد وحفظ الادويه، لانه نحن شفنا كيف اسلوبهم، شفنا فواتيرهم، شفنا البوليسة الجمارك، الامور هاي انه امورهم سليمه، ما انه. وبعدين في شغله، نحن ما بنقدر نستورد اي دواء، نحن حتى الدول المجاوره في بعض من احد الاساليب لمحاربه سوريا او محاربه المنطقه جلب ادويه فاسده انها تكون، يعني كانوا من العراق او بالاردن او بلبنان حوالينا. طيب كثير من الامثله الموجوده بيناتنا، فنحن عم نحاول قدر المستطاع اذا ما في ختم على هذه الادويه مراقبه صحيا. اذا من مكان موثوق، ان لم يكن الجهه موثوقه اذا مش موثوقه نحن هذا مستحيل نحن نجيبه، لانه ما استفدنا، بالعكس نحن ساعدنا على القضاء على هذا المريض، ان احنا عم نقدم له المساعده، فبنتوخى الحذر في هذا الموضوع. على اي حال دكتور عدنان، حديثنا ضمن هذا الاطار وضمن الحديث عن جمعيه شفا لمرضى السرطان لم ينتهي، سنتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لمتابعة الحوار. مشاهدينا الأكارم، بعد الفاصل سنعود، ابقوا معنا. مشاهدي قناة الدنيا، دائما الحل موجود حتى لا يغيب صوتنا عنكم، فالحلول باختصار هي على الشكل التالي. نحن أمام ثلاث حالات: استخدام أونتيل داخلي أو خارجي للبث الأرضي، وأيضاً على الفضاء ما زالت الدنيا موجودة. فمن أمكن له أن يحل الموضوع داخل غرفة معيشته باستخدام الأونتيل الداخلي، فالمراحل بسيطة. قوموا أولاً بوصل الهوائي في مكانه المخصص، وفي حال كان البيت في منطقة مكتظة سكانياً يرجى رفع فرعي الهوائي ما أمكن. الحالة الثانية هي أن يكون حل الموضوع خارجياً بالصعود إلى سطح المنزل، ولكن قبل ذلك بشراء هوائياً خاص للاستقبال من النوع VHF حصراً، وبعد تثبيته يرجى توجيهه نحو موقع محطة البث الأرضي الموجودة في كل محافظة على حدة، كأن يوجه سكان دمشق هوائياتهم نحو جبل قاسيون حيث مكان محطة البث. بعد ذلك يرجى إجراء توليف أوتوماتيكي أو يدوي للتلفزيون، وبعد اختيار القناة المخصصة لكل محافظة من أجل استقبال بث قناة الدنيا فيها، يرجى تحريك الهوائي للحصول على أفضل وضعية تعطي أجود صورة. أما بالنسبة لصحون الاستقبال، يجب أن لا يقل قطر الصحن عن 100 سنتيمتر، حيث يمكن استقبال بث قناة الدنيا على القمر الروسي الجديد إكسبريس AM44 على المدار 11 غرباً والقريب من مدار النايل سات 7 غرباً. يتم تركيب LMB إبرة إضافية بجانب الإبرة المستقبلة لأقنية النايل سات، ومن ثم يتم ربطها بواسطة دايسك مع إبرة النايل سات. يتم توليف القناة وفق المعطيات التالية: التردد 10984 ميجا هرتز، القطبية عمودي، ترميز 12110، وعامل التصحيح 3 على 4.
قناة الدنيا معكم أينما كنتم، وستبقى صوت الناس وصورة الحياة. أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأكارم. أيضا من جديد اسمحوا لي أن نرحب بضيفنا في هذه الحلقة الدكتور عدنان مقلد، وحضرتك أمين سر جمعية أصدقاء مرضى السرطان شيفا. أهلا ومرحبا بك مجددا. يعني استكمال ما كنا نتحدث عنه، ماذا عن وعود السيد وزير الصحة عن إجراء شعبة في محافظة السويداء لمعالجة هذا المرض، خاصة نتيجة الظروف الحالية وربما أغلاق مشفى البيرون نتيجة أحداث أمنية معينة أو منطقة ساخنة مكان تواجده؟ يعني ما الذي يمكن أن يحدث، خصوصا أنه سمعنا أنه كل المحافظات السورية يجب أن تكون فيها شعب خاصة لمرضى السرطان، ما الذي حدث إلى الآن؟ أختي الكريمة، نحن كما ذكرت خططنا نحن طبعا كجمعيات ومن خلال مديرية صحة السويداء أو من خلال المديريات، نحن لما تم إنشاء مديرية مكافحة مرض السرطان في وزارة الصحة كان الهدف الأساسي خلق شعب في المشافي التي فيها استطاعة أو فيها كوادر أو أخصائيين لتخفيف على مستشفى البيروني. لذلك كان أملنا كبير نحن، لذلك سعينا بمشفى السويداء لعمل شعبي لخلق كوادر لتدريبهم للأطباء وجلب أطباء أخصائيين مثلا. هلا فمثلا حاولنا نحن في بداية العام من خلال محافظة السويداء ومدير الصحة مخاطبة وزير الصحة أنه نحن في محافظة السويداء لدينا الإمكانية لخلق جو مناسب لاستقبال المرضى وجلب جرعات لهذه المرضى. نتفاجأ نحن بعد فترة، أنه بعد شهر تقريبا، أنه يبقى الأمر على ما هو عليه إلى حين تأمين شيء نحن ما كنا نعرف، ما كنا نفسر ليش هذا الموضوع. هلق نحن وصلنا خبر أنه في مشاكل ما بين وزارة الصحة والتعليم العالي، مستشفى البيروني تابع للتعليم العالي، وزارة الصحة لها وزارة خاصة، ووصل أنه في إشكاليات تنسيقية ما بين الوزارتين. طيب أنا ما بعرف هل وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي خارج نطاق رئيس مجلس الوزراء أو خارج نطاق سوريا، هذا الأمور لازم أنه يكون في لقاء. طيب نحن رجعنا استبشرنا خير لما رجعنا سمعنا أنه تم افتتاح مشفى أو تم تخصيص بمشفى الهلال الأحمر في دمشق قسم منه لمعالجة المرضى، والمشفى الهلال الأحمر تابع لوزارة الصحة. معناته انحلت المشكلة ما بين وزارة الصحة والتعليم العالي. ونحن بالسويداء في عنا الإمكانية، نحن بعثنا كتاب رسمي أنه نحن لدينا الكادر المطلوب ولدينا المكان الموجود المطلوب ولدينا كل الإمكانيات لهذا الموضوع. شو اللي مؤخر تنفيذ هذا الموضوع؟ ونحن نعتبر أول محافظة بمرض السرطان، معناته نحن لازم وزارة الصحة توجه. يعني نحن ما عم نقول نميز السويداء عن باقي، بس أنا في عندي مشكلة أنه السويداء تعتبر من المحافظات اللي فيها مرض سرطان نسبة عالية، معناته أنا كوزارة الصحة لازم وجه بشكل أكبر الأنظار على هذه المحافظة وأمن العلاج والمتابعة بدل عناء السفر. صحيح نحن قراب نحن من دمشق، ولكن كمان مريض السرطان في عنده أعباء وفي عنده مشاكل نفسية واجتماعية ومادية. نحن قدرنا من خلال الجمعية نأمن الباص لنقنع. يعني للأسف ربما أنتم خففتم قليلا من وطأة هذه الأزمة، ولكن هناك الكثير كانوا يأتوا من المحافظات الشرقية والمناطق البعيدة عن محافظة دمشق ليأتوا إلى مشفى البيروني من أجل العلاج. كان قسم منهم ربما ينام في الحدائق، ينام في العراء، من أجل فقط جرعة ومن ثم يعود إلى بلده والذي يقطن في منطقة ربما بعيدة جدا عن دمشق وعن مشفى البيروني. يعني هذا الأمر هم مطالبون به، يعني كافة المحافظات تحديدا البعيدة عن مركز الأساسي الذي هو مشفى البيروني. كان إلى أي حد يعني يتم التواصل بينكم وبين ربما جمعيات أخرى من أجل أن يكون هناك عمل مماثل أو شبيه، أو أخذ ربما خبرة من
خلال جمعيتكم لإحداث جمعيات مماثلة؟ لأنه كل ما كثرت هي النوعية من الجمعيات كل ما كان الصوت أعلى في تأمين شعب معينة في محافظات البعيدة والقريبة. نحن قلت لك نحن تم تأسيس مديرية مكافحة السرطان، تم عمل دمج منذ أي عام وجمعية شفاء؟ نحن كجمعية على أرض الواقع من 2008 ولكن بال 2010 تم تأسيس ودمج المجتمع المحلي من خلال جمعيات السرطان في كل المحافظات مع وزارة الصحة، وصار في أكثر من اجتماع أو اجتماع اثنين ثلاثة على أنه يتم التنسيق ويكون عامل رديف مع وزارة الصحة ومع الدولة لمساعدة المريض. ولكن للأسف نحن بعد ذهاب الوزير رضا سعيد الظاهر هذا المشروع توقف أو ما عاد حدا دعانا ولا حدا تواصل معنا. حاولنا نحن نتواصل ما حدا رد علينا أو ما لقينا الإذن الصاغي. يعني برأيك وزارة الصحة الحالية ووزارة التعليم الحالية لم يتجاوبا معكم؟ يعني بعتقد أنه أيضا وزارة التعليم لها علاقة مباشرة بموضوع مرضى السرطان بالمعالجة طبعا، بس نحن كنا أسسنا مع وزارة الصحة، يعني نحن المشروع بدأت في وزارة الصحة. طب حتى رئيس الحكومة الحالي كان أيضا وزير صحة، دكتور الحلقي كان وزير صحة وكان يعني يعي خطورة هكذا أمر وخطورة أن يعني لا يتواجد مثل هكذا شعب في المحافظات كافة. ما هو قلت لك احنا الموضوع ما لقينا، نحن لجأنا عن طريق القنوات الرسمية بمخاطبة الوزارة، لأن احنا كجمعية نحن خاطبنا عن طريق الشؤون الاجتماعية والعمل، لأن احنا جمعيات تابعين للشؤون الاجتماعية والعمل، خاطبنا عن طريق وزارة الصحة مديرية الصحة بالأحرى والسيد المحافظ، وبالأخير إجانا كتاب يبقى الأمر على ما هو عليه. شو المطلوب؟ حتى لجأت أنا من الناس اللي لجأت لأعضاء مجلس الشعب الممثلين في عنا بالمحافظة، أنه يا شباب يا ممثلين أنتوا لازم توصلوا صوتنا لمجلس الشعب للوزير لرئيس مجلس الوزراء بهذا الموضوع، احنا في عنا أزمة. ولكن كمان ما بكل تأكيد مريض السرطان يعني لا ينتظر طبعا. المرض لا ينتظر وخبثه لا ينتظر لذلك يجب أن تكون جهود حثيثة في هذا الإطار. يعني معك حق بالعتب دكتور عدنان على الجهات المعنية في هذا الخصوص، يعني نتمنى من جميع الجهات المعنية في هذا الأمر وتحديدا من وزارة الصحة يعني أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع، لأنه ألم السرطان شديد بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى أنه يعني علاجه مكلف وغالي الثمن بشكل كبير وباهظ جدا، والمرضى أنت تقول لي بأنهم في تزايد عام عن عام. موضوع التوعية أيضا كما ذكرت على ما يبدو أنه قليل إلى حد ما في باقي المحافظات وفي باقي المجتمعات الأهلية التي لا تستطيع ربما أو لم تضع في نصب عينها موضوع السرطان والتوعية في هذا الإطار. سنتحدث عن موضوع التوعية، كيفية الإرشاد أو كيفية برنامجكم في الإرشاد، ولكن قبل ذلك يعني بكل تأكيد لكل جمعية دور رقابي لها صلاحيات منع الفساد. كلنا يعلم أنه في السنوات السابقة وما قبل الأزمة سجلت حالات فساد كبيرة جدا في بيع الأدوية السرطانية في بعض الصيدليات، وهي يعني بالنتيجة موردة لوزارة الصحة هذه الصيدليات. هل لكم دور حقيقي أنتم كجمعية في الرقابة على أداء الصيدليات التي تأتي بهذا النوع من الأدوية؟ نحن حاولنا من خلال محافظة السويداء أنه نحن المستودعات الموجودة عندنا بالسويداء من خلال مديرية صحة السويداء ومن خلال دائرة الرقابة الدوائية وكانوا مشكورين، كان لهم دور كبير. وأنتم أليس لديكم دور رقابي في هذا الموضوع؟ نحن هون كجمعيات أهلية ما أن السلطة الدخول، ولكن علينا نحن نوجه. علينا نوجه، نحن مثلا قمنا بتوجيه مديرية الصحة أنه نحن في عنا شيء ما غير مضبوط، فأخذت دورة مديرية الصحة وبعثت دائرة المراقبة الدوائية وأخذوا إجراءات مناسبة. بدمشق سمعنا كثير من هذه الأمور، حتى في بعض الأطباء البيروني اللي تم توقيفهم والتحقيق معهم
كذلك في بعض الصيدليات اللي تم كشف كثير من الأدوية اللي هلا نحن لحد الآن أمرار كثير بيجينا أدوية مشيول الكرتون تبعها. طب ليش مشيول الكرتون؟ والله تعرض بس نحن بنعرف مضمونها انه على الكرتون هي اكيد في عليها ختم وزارة الصحة، لذلك شالوها وجابوا لنا العبوه. يعني في كثير من الشغلات هاي اللي لازم تاخذ يعني هي دورها. يفترض ان تكون مجانيه ولكن هي تسرق من الوزارة وتاتيكم انتم، ما عندي تفسير تدفعون ثمن. انا ما عندي تفسير ثاني. انا لما بتجيني علبه مثلا الكرتون تبعها مش موجود، وين الكرتون؟ والله اجى عليها مي او اجى عليها ثلج لانه بيحطوها بالثلج مشان تحفظ او الامور. بس نحن يعني ما حبينا ندخل بهذه المتاهات. نحن عندنا هم هو تامين الجرعه لهذا بالشكل النظامي، ولكن اليس هذا الامر مشاركه في الفساد عندما نصمت عن مثل هكذا امور؟ نحن قلت لك نحن ما صمتنا، نحن وجهنا مديريه صحه السويداء وهن اخذوا دورهم. هن عاد من خلال قنواتهم هذا بده يصير عادي بيخبروا عاد مثلا وزاره الصحه تاخذ دورها بهذا الموضوع، الرقابه الدوائيه تاخذ دورها بهذا الموضوع. بعكس نحن من فتره كان في عندنا مشكله طويله عريضه في مدينه السويداء حول هذا الموضوع، وشاركت فيه كل السيد المحافظ ومديريه الصحه، كان في متابعه حول هذا الموضوع، مش لانه كان في فساد، لانه كان في مستودع غير مرخص. هذا الشيء كان بالعكس كان عمل كبير. هلا بدمشق نحن ما قادرين نتدخل، نحن على مستوى محافظة السويداء عم نحاول نشتغل، نحن بعدنا في البداية. نحن إذا بتطلع على عمرنا 5 سنوات كجمعية، الإمكانيات اللي قدمناها والإمكانيات اللي حاولنا نقدمها مستواها عالي، كأنه ماديا ولا علاجيا ولا متابعة. بالإضافة أنت شوي حضرتك قلت مشان موضوع المتابعة التثقيفية والأمر هذا، نحن حاليا عندنا مجال واسع. نحن أسبوعيا في عندنا لا يقل عن 3 قرى بالانتشار على القرية بالتلاقي مع المستويات. يعني نحن نعمل حملات حتى للكشف المبكر عن سرطان الثدي خاصة عند السيدات. وعند يعني يقال بأنه الوقاية خير من قنطار علاج، وتحديدا يعني مرض السرطان على ما يبدو بأنه هناك عراقيل كثيرة لدينا من أجل علاج هذا المرض، والتواصل بشكل كامل والتسهيلات الكاملة لا توجد على ما يبدو على أرض الواقع. لذلك التوعية يعني هي بالدرجة الأولى الأهم. كيف يتم برامج التوعية لديكم الآن أنتم كجمعية على مستوى المحافظة، خصوصا بأنه لديها نسب عالية من الإصابة بهذا المرض؟ نحن أختي الكريمة يوم دائما في عمان تواصل مع المراكز الثقافية بالمحافظة من خلال الدورات والندوات. نحن في عندنا كوادر مدربة على تعليم أكثر من فئة، خاصة عند الآنسات أو عند السيدات مشان آلية الكشف الذاتي عن سرطان الثدي. دائما في عندنا نحن تواصل، صرنا عاملين خلال 4-5 سنوات الأخيرة، نهار الجمعة كان رقم المحاضرة 151، عمل مش قليل خاصة بالأزمة هاي اللي هي. وين الأماكن اللي بتتواجدوا فيها؟ بأي مكان، بأي مكان، حتى لدرجة آخر شيء صرنا حتى لو بالساحة إذا ما في مكان محدد، ما في مكان إنسان، يعني كنا نحن فاتحين قلبنا ويعني إنه بأي مكان بالساحة ببيت، خاصة نحن ببلادنا المضافي إلها أساس التواجد والتجمع هذا. نحن ما كان عندنا أي إشكال بالمضافي، بسهرة العيلة، باجتماع بالفرقة الحزبية. يعني هو كل ما وصل إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس كل ما كان أفضل. يعني هل تختارهم أحيانا مثلا فعاليات معينة تكون تحدث في المحافظة ومن خلالها يعني يكون أحد برامج هذه الفعالية هو يعني التوعية والكشف عن أكيد هذا الموضوع؟ أكيد نحن متابعين. يعني نحن في عندنا لجنة علمية، نحن عندنا لجنة علمية مشكلة من 50 طبيب، والخمسين طبيب على مستوى بالإضافة إلى نقابة أطباء المحافظة، نقابة أطباء السويداء. يعني في فعاليات لذلك نحن عندنا أسلوب التطوع، كله عمل تطوعي هذا، ما حدا. نحن مستعدين بأي مثلا. أنا دعيت يوم الخميس الماضي، اتصلت في أحد القرى بدي سميها قهوة مثلا قرية السهوة، أنه نحن الليلة في عندنا اجتماع لوجهاء القرية، في إمكانية أنتم تجوا مباشرة. قلنا على الرحب الساعة كثر خيركم اللي عم تدعونا. رحنا، كان في تواجد من جميع الأعمار،
تكلمنا عن الكشف المبكر عن السرطان، تكلمنا عن الغذاء والسرطان، تكلمنا عن الكشف المبكر عن السرطان. هذول أهم ثلاث مراحل عم نحاول خلال محاضراتنا الدائمة بالمحافظة بالمشاركة بأي ندوي بأي دائرة، لدرجة حتى نحن حاليا في حتى الجمعيات الأخرى في تواصل بيننا وبين الجمعيات الأخرى من خلال إلقاء المحاضرات، من خلال المنشورات والبروشورات. نحن نعم. عنا كمان في عنا نحن لجنة إعلامية. لجنة إعلامية هي موضوع نشر بس مش بس الكلام والإذاعة أو التلفزيون، بالعكس نحن عم خلال المنشورات اللي توزع في جميع القرى. حاليا نحن نعتبر على أرض القرية صار كل واحد مين ما سألتي بسويلة جمعية أصدقاء مرضى السرطان معروفة لدى الجميع، لأنه نحن عم ندخل من جميع الأبواب. نعم. ما عم نقف وحتى المدارس، التوعية في المدارس نحن بال... لحطك بالصورة بهذا الموضوع. قبل شهرين قبل نهاية المدارس قمنا بالتواصل مع مديرية التربية، مشكورة مديرية التربية وجهتنا لنقابة العاملين في التربية، فقمنا بزيارة جميع مدارس مدينة السويداء وعملنا محاضرات توعية للآنسات أو الأساتذة الذكور والإناث وتوعيتهم لنقل الوعي للأطفال عن عملية التغذية السيئة والتي تسبب السرطانات. كما يعني تواصلنا معهم أنه إن شاء الله الله يهدي البال ببداية العام القادم سوف نقوم بزيارة جميع المدارس ونعمل محادثة ما بدنا نقول محاضرة، محادثة مع الأطفال، نصل لنتيجة نوصل المعلومة لهذا الطفل. نعم. شو الأكلات خصوصا فيما يتعلق بالغذاء والسرطان، يعني بالنسبة للطفل هذا أكثر ما يهمه. نحن في عنا شريحتين من الناس اللي يصابوا بالسرطان، عنا الطفل الصغير الذي يصاب بالسرطان لعدم اكتمال جهاز المناعة بشكل كامل، وفي عنا المسنين في العمر فوق 60 سنة، هذول يبقى عندهم جهاز المناعة عندهم ضعيف. لذلك نحن عم نسعى عند الأطفال ننشئ جيل جديد خالي من السرطان. يعني نحن لدرجة أنه صار في عنا شيء اسمه حلم سويداء بلا أورام، وهذا حاليا. طب السؤال الذي يطرح نفسه، باعتبار عندكم لجنة علمية، ألم يعني تتوصلوا لماذا هناك في محافظات نسب أعلى للإصابة بهذا المرض أكثر من أماكن أخرى؟ ومعروفة سويداء بهواء النقي، بأن منطقة جبلية خضراء، يعني فيها مواصفات المحافظة التي يعني هواء نظيف ونقي وبيئته يفترض أن تكون يعني بيئة سليمة. نعم. أختي الكريمة، نحن حاليا قلت لك الهدف الثالث في الجمعية هو إحصاء مرضى السرطان ودراسة أسباب الإصابة بالسرطان. هذا المشروع أخذنا كل الموافقات وبدأنا الدراسة، يعني حاليا في عم نعمل دراسة على مستوى جميع القرى وجميع المرضى. لذلك نحن في عنا إضبارتين سويناهم، إضبارة تخص مريض السرطان وأسئلتها تضم ما يقارب 5 صفحات من الأسئلة ما يهم مريض السرطان. وفي عندي إضبارة ثانية هي وبائيات الإصابة بالسرطان لكي نصل للأسباب الأساسية لهذا الموضوع. نحن حاليا في بداية هذه الدراسة إن شاء الله قريبا، طبعا دراسة هذه تطوعية، يعني هون الموضوع أنه كله تطوعي. تقف يعني بعض العقبات المادية وموضوع البنزين والحركة والروح والجيب، لكن لم نقف حول هذا الموضوع، بل نحن داعمين حتى شكلنا منا مجلس إدارة مشروع مشكل من جمعيتنا وجمعية لمسة حنان وتنظيم الأسرة والهلال الأحمر واتحاد الطلب السوري، يعني شاركنا نحن، وفي معنا أخصائيين استشاريين أطباء أخصائيين بطب السرطان والكشف المبكر عن السرطان والكشف عن السرطان، بالإضافة نحن في عنا أخصائيين إحصائية، يعني أخصائيين نحن جبنا أخصائيين لكي يشرفوا على هذا العمل. إن شاء الله بالقريب العاجل رح نوصل لنتائج. طبعا نحن بالسويدة في عنا عدة عوامل ممكن تكون حسب إذا بدنا نحكي بالأمور الأولية. ممكن يكون في عندي أول شغلة الحجر الأسود، متهم الحجر الأسود بشعاعاته البركانية، يعني في اتهام حول هذا الموضوع. الشغلة الثانية احنا ولكن لم يثبت علميا، ما يثبت علميا ولكن يشك.
نعم. احنا اذا ما وصلنا قلت لك نحن انا ما حابب احكي الا بامور دقيقه نعم. ولكن يشك في هذا الموضوع بس نحن في عنا كمان شغله قدرنا نوصل ان تغيير نمط الغذاء نعم. اللي حدث بسوريا او اللي حدث بالسويداء حسب الخريطه المورثه نحن نعم. بنيتنا مشكله واعتمادها الاساسي على القمح ومشتقاته نعم. ولكن نحن جينا غيرنا حاليا المشتقات القمح بالرز والاكل السريع والمايونيز واللحوم نعم. والامور الكثيره اللي دخلت علينا دخيلي حاليا مما ادى الى خربطه بالخريطه المورثه وصرنا نصاب بامراض هلا نحن صار يعني هذا الامر يعني يندرج ليس فقط على ابناء السويداء انما على كل ابناء الناس على كل الناس هذا موجود بس قلت لك نحن حاليا ببدايه هذا المشروع ان شاء الله قريبا راح نوصل لنتائج توضح لي شو الاسباب الاساسيه للاصابه بالسرطان بس نحن خلينا كمان نحن في شغله حضرتك قلت السويداء جو نقي و السرطان احنا خلينا نعرف السرطان السرطان هو المسؤول عن السرطان هو الخليه الشاذه اللي بيقوم جهاز المناعه اخر دراسه تقول بانه جهاز المناعه يقوم خلال عمر الانسان من البدايه الى النهايه بين 6 الى 10 مناورات يقوم باطلاق الخلايا الشاذه في الجسم ويقوم ببعث خلينا نقول بشكل هيك مختصر عساكره ليشوف امكانيته وجاهزيته اذا كانت هذه العساكر ما قايمه بواجبها كما يجب نعم. تقوم باحد الخلايا الشاذه هذه بالهجوم على احد الخلايا وعمل مستعمره هون نحن عاد تجينا العوامل المساعده عاد والعوامل المساعده هي ربما الغذاء والغذاء والهواء والراحه النفسيه والامراض نعم. وكل الامور لذلك نحن السرطان بس خليني شغلي كمان هون ريح الناس اذا كانت السويداء هي اكثر المحافظات فيها سرطان لا يعني انه احنا عندنا نسبه عاليه نحن ضمن الحدود الطبيعيه نعم. حاليا اذا بدنا نقارن ما بين مثلا سوريا وبين الدول الغربيه وامريكا نحن يعتبر عندنا المرض مهما كان واحد مقابل ثلاثه يعني انا في عندي لحد الان ضمن الخطوط الخضراء بانتشار صحيح نحن لما نقول والله عندي 500 مريض ولكن جديد. من يبحث عن ان تكون منطقته خاليه من مرض السرطان دائما يعتبر الله. بانه هذا الموضوع هو يعني موضوع ازمه قائمه بدون شك اكيد اكيد سؤالي الاخير لحضرتك قبل ما ينتهي الوقت بدقيقتين مشاريعكم المستقبليه كجمعيه شفا لاقامه مراكز طبيه ومراكز علاج توعيه مع توفير التجهيزات اللازمه لكل هذا الكلام قلت لك احنا في عندنا اول مشروع حاليا عم نسعى له وعم نامنه هو موضوع الكشف المبكر عن السرطان هذا المشروع تم اعطائنا بشكل مجاني المقر حاليا عم نحاول تامين الاجهزه هلا نعم. نحن لما حكينا من قبل سنتين هل عندكم خطه بزمن معين طبعا بس هلا نحن الوضع وين صار انه احنا كنا حاطين مبلغ 50 مليون نعم 50 مليون كانوا مليون دولار حاليا صار بدي 150 مليون نعم. كان في مخاطبه للاغتراب الاغتراب قالوا نحن جاهزين ولكن المشكله حاليا عدم مجيء المغترب عدم مقدره ارسال الامور هاي ومشكلتنا بتامين العلاج فحطينا هذا المشروع هلا حاليا على جنب لانه نحن في عندنا شيء مهم هلا هو تامين الجرعات للمريض طبعا ونحن في عندنا كمان مشروع هو انشاء مستشفى نحن حضرتك من شوي قلت مستشفى خاص يكون لمساعده هذول المرضى ان شاء الله اذا ما صار وقدم من خلال مشافي الدوله واللي هي موجوده نحن بمحافظه السويداء في عندنا اربع مشافي نعم. يعني احنا كان بودنا انه يتم تخصيص واحد من هذه المشافي لهذه الفئه من المرضى ولكن اذا لم يتم في عندنا وعود من المغترب لانه احنا جاهزين اذا حبيته نحن نشتغل على هذا الاساس بخلق مستشفى يتم يعني مساعده هذا المرضى بشكل واسع ليس فقط ابناء محافظه السويداء لا 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 بل كل مريض هلا نحن فاتني اني اقول لك نحن هلا مثلا بالسويداء نحن في عندنا كثير من الوافدين اللي عم نقدم لهم بانه من محافظه درعا ولا من حمص ولا من دمشق كثير في عندنا من الناس اللي لاجئوا نحن ما بنميز مواطن عربي سوري هذا الانسان من اولياء نحن بهمنا الانسان بكل تأكيد ما سالنا عن هذا الانسان من اين اتى او من اين ذهب ولكن مركزكم الان في محافظه السويداء على اي حال نتمنى لكم دائما التوفيق في
هذه المهمة الإنسانية التي يعني يتوجب على كل إنسان يستطيع أن يخدم ضمن هذا الإطار أن لا يقصر في هذا الاتجاه، لأنه أبنائنا دائما هم بحاجة إلى رعايتنا الإنسانية والنفسية والطبية والعلاجية ومن كل الجهات. أشكرك جزيل الشكر في ختام هذه الحلقة الدكتور عدنان مقلد، وحضرتك أمين سر جمعية أصدقاء مرضى السرطان شفا، شكرا جزيلا. شكرا لكم جزيلا، واسمحوا لي أني أبعث رسالة لأهلنا في الاغتراب يمدون إيد المساعدة حاليا، نحن بعزتهم إن شاء الله إن شاء الله، ونحن منضم صوتنا لصوتك أيضا دكتور عدنان. شكرا لحضورك. ختام هذه الحلقة مشاهدين الأكارم من صوت وصدى، شكرا لكرم المتابعة مني ومن فريق العمل، كل التحيات، السلام عليكم.